يا بنت انت اصلا مسجله اداب، وانا لو عايز احبسك اروح امك احبسك من غير اي حاجه خالص. طبت وبطلت وحياتك يا باشا. امال تليفونك كان بيعمل ايه على تليفون الامريكاني؟ امريكاني مين سعادتك؟ ريتشارد يا بنت. ريتشارد اعرفه، بس معرفه عاديه يعني. وما تعرفيش اروح امك ان اتقتل بعد ما كلمتيه بساعه؟ ده هو اللي كلمني يا باشا وكان عايزني اروح له، بس ما رحتلوش. ما انا قلت لسعادتك ان انا تبت. عندك شهود على الكلام ده؟ طبعا يا باشا، ناس كنت قاعده معاهم. مين يا بت؟ فيصل ونواف. لا طالما فيصل ونواف يبقى انت فعلا تبتي. قضيه رقم 216 اتلاف وحريق عمد، المتهم فيها دسوقي عبد العال محمد. حاضر يا سعاده الريس. الدفاع يتفضل. فريد كرم موسى المحامي حاضر مع المتهم بشخص. اتفضل يا استاذ. احنا عندنا ورقة هنا بيقول. قولي لي يا ناسي، انت ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ مفيش، انا مهندس. نانسي ممكن تقلع النضاره لو سمحتي. ها قولي لي بقى، ايه اللي وداك عنده ليله الجريمه؟ انا مهندسه ديكور، وكنت رايحه اخد منه اخر دفعه فلوس ليا عن شغل عملته له لفيلته الجديده. رحت له الساعة كام بالظبط؟ حوالي 7:30 8. وقعدت عنده قد ايه؟ مش كتير، تقريبا ربع ساعة. اخدت فلوسي ووراني شوية اكسسوارز للفيلا الجديدة ومشيت على طول. طيب ما لفتش نظرك حاجة غريبة؟ لا. يعني وانت خارجة من الباب ما لمحتيش فيسبا توصيل طلبات للمنازل واقفة قدام الباب؟ لا ما خدتش بالي، مركزتش يعني. مركزتيش يعني. ماشي يا انسه. مش انسه برضو ولا انا مش واخد بالي؟ شكلك زعلان عليه قوي، واضح انه كان غالي عليكي. هو مين ده؟ ريتشارد. طبيعي انت لو تعرف انسان حتى لو لفتره قصيره ومات هتزعل عليه، خصوصا لو كانت قتل. ماشي ماشي يا نانسي. الفقر والغلب وقلة الحيلة هما اللي جابوني النهاردة هنا. جابوني علشان أشهد زور على واحد مظلوم ويخش السجن ويبقى ذنبه في رقبتي. سامحني يا رب، سامحني. أنا عارف إن أنا مقصر في حقك يا رب. لا بصلي ولا بركع، بتفرج على أفلام مش كويسة وبتعرف على بنات على النت، لكن بخاف منك قوي، بخاف منك قوي يا رب، وبحبك قوي، بحبك قوي يا رب. انا عارف ان انا بصلح الغلطه بغلطه ابشع منها، لكن كل ده عشان اختي صبرا. فلوسها ترجع لها بدل ما تتسجن وولادها يتشردوا في كل حته. سامحني وعافيني واغنيني وعم عيني على الحرام. سامحني وهتبقى اخر مرة، اخر مرة يا رب. معلش احنا بقينا في زمن الواحد بيسرق فيه علشان يدوب يقدر يعيش. ارحمني، ارحمني من العذاب اللي انا فيه يا رب، ارحمني يا رحمن يا رحيم، ارحمني يا رحمن يا رحيم. قلبي عندك يا علي. انا مقهوره علي قوي يا سعيد، ده مهما كان ابويا. لو تحبي تروحي وانا قلت لك كام خبر تكتبيه مفيش مانع. بالعكس، ده الشغل هو الحاجه الوحيده اللي بتنسيني همي، وقضيه الامريكاني ده بالذات في حاجه شداني. بقول لك ايه، دول الجماعه بتاع قضيه الامريكاني. لا يا راجل. تعالى معايا لو سمحتوا، ممكن بس اخد منكم ممنوع. اتفضلي من هنا.
بالراحه شويه على نفسك. بقول لك اتفضلي من هنا. انت بتعمل كده ليه؟ اتفضلي امشي. ايه اللي اتفضلي امشي ده؟ خلاص يا علي يلا علي. يلا بقول لك ايه، في عسكري حبيبي هنا ظبطته وقال لي هنعرف نتكلم معاه.